السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي نقراو جميعا واحد لو تكست ديال لاباج 61، وغادي نجاوبو على مجموعة ديال الأسئلة متعلقة به. داكوغ؟ هاد لو تكست هذا خاص بالسومين 5، يعني سومين دو ليفالواسيون اي كونسوليداسيون دو لونيتي دو، داكوغ؟ يعني الاسبوع الخامس، يعني اسبوع الدعم والتقويم ديال الوحده الثانيه بور كومونيكي اون فرونسي 5 اني دو لونسينيومون بريمير. دونك هنايا عندنا ايفالواسيون لاكتيفيتي دو ليكتور، لوبجيكتيف سي دو لير ان تكست انفورماتيف، يعني نقراو واحد لو تكست انفورماتيف اللي كيعطينا دي زانفورماسيون، داكوغ؟ اللي هو نص اخباري. داكوغ، نص اخبار. دونك هاد النص هذايا مرفوق بصور، مرفوق بصور كما كتلاحظوا هنايا. هنايا عندنا جوج ديال الصور، الصوره الاولى فيها لا موسكي حسن دو كازابلانكا، وهنا عندنا لا فيل دو كازابلانكا اللي معروفه بزاف ديال الطوموبيلات، اللي معروفه بهاد البنايات هادو. داكوغ، دونك حنا غادي نقراو هاد لو تيكست وغادي نشوفوا واش هاد لي زيبوتيز ديالنا صحاحين ولا لا. داكوغ، دونك شوفوا معايا، غادي نبداو لا ليكتور دو تيكست. دونك Le titre c'est Un Casablancais nous parle de sa ville. Un Casablancais nous parle de sa ville. يعني واحد ساكن في الدار البيضاء. داكوغ، حنا كما كنقولوا مثلا واحد طنجاوي، واحد من الدار البيضاء. داكوغ، نو بارل دو سا فيل، يعني غيهضر لنا على المدينه ديالو. داكوغ، لا سيركولاسيون ا كازابلانكا اي دوفوني ان فيريتابل كاستيل. دونك لا سيركولاسيون يعني الدوران، انك الدور في كازابلانكا ولات واحد صداع ديال الراس بالمعقول. داكوغ، ايليا كيلكو زاني سولمون بروندر سا فواتور دون سيت فيل ايتي ان فري بليزير. دونك غير هادي شي سنوات قليله، يعني انك تاخذ الطوموبيل ديالك وتخرج الدور بها في المدينه، راه واحد لو بليزير، يعني غتحس بواحد المتعه. داكوغ، اها، اون بوفي سيركولي اون توت ترونكيليتي دون سي رو، يعني ممكن تخرج وتدور مع راسك في الشوارع ديالها، في الازقه ديالها بسهوله وبراحه، ترونكيل. داكوغ، ادميري دو لوان سي بيل فيترين، انك كتستمتع بداك البنايات ديالها، بداك لي فيترين، ستادير من الزاج. داكوغ، داك البنايات من الزاج، اي سي بو جاردان، وكتستمتع كذلك بلي جاردان ديال كازابلانكا، يعني بالحدائق ديال كازابلانكا. اون برومناد لو لون دو سا كوت ايتي ان فيريتابل ريغال بور لي زيو، غادي تمتع عينك وانت كدور. داكوغ، اجوردي سي اون سوفرونس كونتينيو بور لو شوفور كي ناريف بلو ا تروفي سون شومان بارمي لي فيهيكول كي لون autour de tous côtés. Aujourd'hui, l'IOM, c'est une souffrance continue. Il y a une souffrance continue ou la mutawassila pour le chauffeur, les rois, les kisok, d'accord? Nous allons dire le chauffeur. Qui n'arrive plus à trouver son chemin. Les mabqaj qu'il a, tariq dialo, parmi les véhicules, yani les muharrikats, yani les sayarat, qui l'entourent, les dairem beh, min jamiyah, le jouayah, d'accord? Dès qu'il quitte un embouteillage, il se trouve pris dans un autre. Il ne faut plus parler d'heure de pointe, mais de jour de pointe. يعني غير تفوت واحد الاختناق في السير، واحد يعني الاكتضاد في السير، كتلقى واحد اخر. Il ne faut plus parler d'heure de pointe, mais de jour de pointe. ما نهضروش على يعني ازدحامات، كل مره ازدحام. داكوغ، notre télévision ne passe quotidiennement des images sanglantes sur les accidents qui se produisent aux quatre coins de la ville. هنايا كيقول لك التلفزه ديال، يعني التلفزه المغربيه، ne passe quotidiennement، يعني كدوز يوميا، des images sanglantes، يعني دي صور مدميه، sur les accidents، يعني الصور ديال les accidents، يعني الحوادث ديال السير، qui se produisent aux quatre coins de la ville، اللي كتحدث في ربعه ديال البلايص في المدينه. داكوغ، chaque jour a ses morts، كل نهار عنده الموتى ديالو، chaque jour a ses blessés، كل نهار كاين مجروحين. On dirait que nous sommes en guerre، بحال اللي حنايا en guerre، يعني في الحرب. Je rêve de devenir riche، كنحلم انني نولي غني. Je donnerai beaucoup d'argent à celui qui trouverait une solution au problème de ma vie. Donc, غادي نعطي بزاف ديال الفلوس للناس اللي غادي يلقاو الحل لهاد المشاكل ديال المدينه ديالي. Je ne voudrais plus voir de pollution ni entendre de bruit. ما بقيتش باغي نشوف التلوث، وكذلك ما بقيتش باغي نسمع الصداع. J'aimerais me promener dans des rues propres et croiser des gens fiers de leur ville. بغيت انني نبقى ندور في شوارع
الشارع اللي هي نظيفة ونتلاقى مع ناس اللي هما فخورين بالمدينة ديالهم. داكوغ، دونك هذا هو لو تكست. لو تكست ساهل بزاف. واحد ساكن في كازابلانكا او لا ولد كازابلانكا كيحكي لنا على المدينة ديالو وكيحكي لنا على المعاناة اللي فيها حاليا، خصوصا في السيركولاسيون، يعني في الدوران، انك تخرج بالطوموبيله ديالك راه كلها مشاكل. علاش؟ حيت كاين بزاف لي زومبوتياج، بزاف ديال الاختناقات في السير، بزاف ديال الاكتظاظ. سو بور سولا ولا مشكل، كاين مشكل ديال التلوث، كاين مشكل ديال لي زاكسيدون. دونك هو كيحلم، كيقول لك انا جو غيف دو دوفوني ريش، كيحلم انه يولي غني باش يصلح المدينه ديالو من التلوث وكذلك من هاد لي زاكسيدون. داكوغ، ولكن شوفوا هاد لي كاستيون اللي كاينين هنايا نحاولوا نجاوبوا عليهم. دونك هما اصلا دي كاستيون اللي هما تري سامبل. لا روبريك جوبسيرف اي جو ديكوفر افون لا ليكتور. دونك لو تيتر دو تيكست، دونك سي ان كازابلانكي نو بارل دو سا فيل. جوبسيرف لي ايماج جو دون ما بروميير امبريسيون ا بارتير دو ليماج اي دو تيكست. هنا جيكوت لا ليكتور دو بروفيسور، جو لي سيلونسيوزمون لو تيكست، جو فيريفي سي ما بروميير امبريسيون اي جوست. دونك انا كنتاكد من الفرضيات ديالي. داكوغ، دونك هنايا لاكتيفيتي او بيان لا روبريك جو مانيبول اي جو ريفليشي. عندنا دو question. Je relève dans le texte les éléments qui caractérisent la circulation à Casablanca. يعني غادي نجبد من لو تيكست العبارات يعني كيعبروا لنا على لا سيركولاسيون ا كازابلانكا، يعني الدوران في كازابلانكا كي داير. داكوغ، دونك هنا عندنا بزاف ديال العبارات. نشوفوا الكيسيون الثاني. Je note les conséquences de l'embouteillage، يعني النتائج ديال الازدحام. داكوغ، النتائج ديال الازدحام. ها نشوفوا. دونك هنايا اول حاجه غادي نجاوبوا على السؤال الاول اللي كيقول لنا، لي زيليمون كي كاركتيريز لا سيركولاسيون ا كازابلانكا. دونك هنايا اوجوردي اون سوفرونس كونتينو بور لو شوفور. ها هي اول حاجه، اون سوفرونس كونتينو بور لو شوفور كي ناريف بلو ا تروفي سو شومان. il se trouve. دونك هنايا نقولوا هادي انا بلا ما نكتب لكم. داكوغ، فقط غنعطيكم احالات. اها دونك هنايا كيت ان امبوتياج. دونك كي كاركتيريز لا سيركولاسيون ديال او بيان في كازابلانكا هو واحد لا سوفرونس، كاينه واحد المعاناه كبيره بالنسبه للسائق. داكوغ، علاش؟ لانه اون فوا كيخرج من واحد لومبوتياج كيلقى واحد اخر، يعني كاين زحام بزاف. الشيفور كيلقى راسو مزاحم من جميع الجوانب، وبهذا السبب كيوقعوا دي زاكسيدون اللي هما كبارين. داكوغ، كيسيون ثاني كيقول لنا جو نوت لي كونسيكونس دو لومبوتياج، يعني النتائج ديال لومبوتياج. النتائج ديال لومبوتياج واضحه، دونك الا كان لومبوتياج غادي يكثروا لنا لي زاكسيدون. كيقول لك notre télévision ne passe quotidiennement des images sanglantes sur les accidents. D'accord. يعني التلفزة ديالنا، التلفزة المغربية كل نهار كتبين لنا صور اللي هي مدمية ديالاش، ديال لي زاكسيدون، ديال الحوادث، ديال حوادث السير. وهنا كيقول لك اها كي سو برودويز او كاتر كوين دو لا فيل، يعني في ربعة ديال لي كوان او ربعة ديال البلايص كل نهار كيوقعوا حوادث ديال السير. علاش؟ لان تما كاين لي زومبوتياج. داكوغ، كاين اختناق في السير. داكوغ، كاين الاكتظاظ بزاف. دونك هادشي اللي كاين. نشوفو كيسيون واحد اخر. نشوفو جو روتيان هنايا. جو روتيان، نشوفو شنو غتقول لنا جو روتيان. ان ريغال هو ان بليزير. دونك ممكن نقولو ان بليزير ولا نقولو ان ريغال. داكوغ، ان امبوتياج هو ان اري دو لا سيركولاسيون، يعني توقف السير. توقف السير بسبب ماذا؟ بسبب الاختناق او لا بسبب الضغط على داك الطرق. ان انكومبرومون دي فوا دو سيركولاسيون، ستادير توقف يعني المسارات. داكوغ، يعني اختناق المسارات. كوتيديانمون يعني ستادير تو لي جور. داكوغ، مزيان. جو لي لو texte en respectant la ponctuation, le rythme et l'intonation. Je résume les informations. Je note ce que j'ai appris de. Je note les voyages de Casablanca, la ville de Casablanca. Je présente ma production en classe. Donc, هادشي اللي كان كاين في الحصه ديال اليوم في لاباج 61 62. غادي نحاول نعاود نقرا لكم لو تيكست باش تزيدوا تقراوه حتى نتوما في المنزل ديالكم، وحاولوا تقراوه بواحد الطريقه اللي بشويه عليكم. كل كلمه وقف عندها قراها اون سيلاب. الى جاتك شي كلمه صعيبه كتبها لي تما في كومونتير. داكوغ، ان كازابلانكي نو بارل دو سا فيل. لا سيركولاسيون ا كازابلانكا اي دوفوني ان فيريتابل كاستيت. il y a quelques années seulement prendre sa voiture dans cette ville était un vrai plaisir. On pouvait circuler en toute tranquillité dans ses rues, admirer de loin ses belles vitrines et ses beaux jardins. Une promenade le long de sa côte était un véritable régal pour les yeux. Aujourd'hui,
C'est une souffrance continue pour le chauffeur qui n'arrive plus à trouver son chemin parmi les véhicules qui l'entourent de tous côtés. Dès qu'il quitte un embouteillage, il se trouve pris dans un autre. Il ne faut plus parler d'heures de pointe, mais de jours de pointe. Notre télévision nous passe quotidiennement des images sanglantes sur les accidents qui se produisent aux quatre coins de la ville. Chaque jour a ses morts, chaque jour a ses blessés. On dirait que nous sommes en guerre. Je rêve de devenir riche. Je donnerais beaucoup d'argent à celui qui trouverait une solution au problème de ma vie. Je ne voudrais plus voir de pollution ni entendre du bruit. J'aimerais me promener dans des rues propres et croiser des gens fiers de leur vie. دونك هادشي اللي كان عندي في هاد لا فيديو، كنتمنى انكم تزيدوا تشجعوا القناه بالضغط على زر الاشتراك وكذلك بالاعجاب بالفيديو، وحاولوا تكومونتيو كاملين بكم تقولوا لي واش كيعجبكم المحتوى اللي كنقدم وشنو باغيين انني ندير فيه مازال. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.